حين تريد أن تشكر مخلوقا أهدى إليك هدية أو أنعم عليك إنعاما أو أحسن إليك إحسانا، تقعد تنمق الكلام صح؟ هقول له إيه؟ وعلى قدر بقى الهدية، وأنت بليغ ولا مش بليغ؟ ممكن تكون جاهل طبعا، هيتفاوت الجاهل من الإيه؟ من البليغ. إنما يا أخي ربنا سبحانه وتعالى سوى بين عباده في الحمد، جاب لهم كلمة سهلة وبسيطة، الجاهل يقولها والعالم يقولها، البليغ يقولها والإيه؟ وفصيحة فصاحة، الحمد لله. لقيت أسهل من كده؟ أي واحد في الشارع كده جاهل عامل إيه؟ الحمد لله. ياه، أنت بتحمد بالكلمة دي اللي ربنا حمد بيها نفسه في عليائه، حتى يكون الله تبارك وتعالى دائما محمودا ويكون العبد دائما حامدا. يعني يكون العبد دائما ايه؟ حامدا، والله دائما ايه؟ وما يكونش اي حد له حجة انه ما يحمدش. اصلك لو كانت لو ربنا ما علمناش الحمد لله ديت، كان واحد يقول لك احمده ازاي؟ انا ما عنديش الفاظ احمده بيها، مش كده؟ قال لك لا، ما عندكش حجة، الحمد لله. صح كده؟ كلمة ما يا لها من كلمة. فبيقول لك إن كانت النعم تستحق الحمد فمالك يوم الدين تستحق الحمد الكثير. يعني أكبر حاجة تستحق منك الحمد مالك يوم الإيه؟ أن الله تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين، لأن الله رحمن ورحيم. والأعرابي جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من سيحاسبنا يوم القيامة؟ فالنبي قال له الله، فتهلل وجه الأعرابي وقال نجوت ورب الكعبة، إن الكريم إذا ملك عفا. فكون ربنا هو اللي هيحاسب، ده ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أدع حسابهم لك، فقال لا يا رب، جعلت حساب لك أنت يا الله. يعني ربنا هو اللي حاسب، عشان ربنا أرحم، مش كده ولا إيه؟ يعني قال له خلي حساب أمتك ليك أنت، أنت تحاسبه. في بقى تكريم بعد كده. شوف بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يحاسب أمته بقى، شوف الرحمة اللي هيحاسبهم بيها، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يقول أمتي أمتي، فالنبي قال لا أنت أرحم يعني. فمالك يوم الدين، احنا نحمد الله تبارك وتعالى انه ايه؟ مالك يوم الدين.